نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول مخرجات وقضايا المحور السياسي والمجتمعي بالحوار الوطني. تناول الصالون مناقشة سبل مواجهة تحديات العمل النقابي العمالي وكيفية مساهمة تطوير العمل النقابي في تطوير عملية تنمية واسعة في مصر، وكذلك أهم القوانين التي ستعمل على تحسين عمل النقابات العمالية. لن نستثمر العمل النقابي إلا إذا طبقنا تدريب قوي، تثقيف جيد، وعارف هو بيعمل إيه. هل ده موجود؟ الحقيقة إنه موجود بس اختياري. أنت عاوز تروح أو رئيس شركتك، رئيس مجلس الإدارة عاوز يودي أطراف معينة، رئيس النقابة والله أصلا قريب مني فبوديه تدريب علشان، وللأسف ده بيحصل أنه أحيانا نوع من أنواع الترفيه أنك ما بتروحش شغلك فهوديك تتدرب. البعض بيعمل كده، فالتدريب موجود، موجود يا جماعة، لكن هل هو إلزامي أو يعني لازم النقابي يعدي على هذا التدريب؟ لا. كتير جدا من العاملين والعمال، واقدر اتكلم على مستوى جامعيين من اطباء ومهندسين وما الى ذلك، ما يعرفوش الفرق ما بين النقابه العماليه والنقابه المهنيه. ودي مشكله كبيره جدا. واحد يجي يقول لي انا ازاي عضو في نقابتين، او ازاي بعضو في نقابتين؟ ايوه، لا حضرتك لو انت دكتور بعد الظهر في عياده فحضرتك صاحب عمل، انت الصبح دكتور في مستشفى فانت بتتلقى اجر فانت عامل. فكل من هو يتلقى أجر هو عامل، الطيار بيتلقى أجر فهو عامل، كل من هو يتلقى محامي لو شركة هو فبيتلقى عامل، لو هو في مكتبه فهو صاحب عمل. فده جزء كبير جدا لنفس الكلام اللي قالوه السادة الأفاضل، إن في نقص في المعرفة وبالحقوق والواجبات والتدريب والتدريب.